البداية من الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، يعني اليوم اكتظت ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الأخرى بالمتظاهرين، لكن هنا ما دلالة إصرار الشارع على الاستمرار بهذه الثورة المباركة؟ تفضل أستاذ أمير. مساء الخير وشكرا على وعليك سلام. الاستضافة. من الطبيعي أن استمرار الانتفاضة العراقية هو تحصيل حاصل لما يحدث في العراق بعد أن يعني وصلت الحالة إلى مرحلة لا يتحملها أي عراقي كريم. المشكلة أن الانتفاضة العراقية هي انتفاضة وطنية بكل معنى الكلمة، يعني قد نشأت وبنيت على مبادئ عراقية وطنية حملها الشباب، خصوصا الشباب الذي هو يعني ليس له أي علاقة بالأحزاب سابقا ولاحقا، يعني في الوقت الحاضر. إذا الانتفاضة تستمد قوتها من عراقيتها ومن وطنيتها التي استطاعت أن تثبت ليس للعراقيين فقط بل للعالم بأنها انتفاضة عراقية وطنية بكل معنى الكلمة. وهذا ما يخيف النظام السياسي العراقي الذي هو نظام إيراني بحت يعرفه الجميع، جاء من أجل أجندة إيرانية ليس لها علاقة بأي شيء يتصل بالعراق. إذا القوة نعم، العراقية الطبيعية العراقية هي التي اجتاحت الساحة العراقية في وجه المحتل الإيراني. أرجو أن تبقى معنا أستاذ أمير. أستاذ لبيد، إصابة العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة برصاص القوات الحكومية والميليشيات كان حدثا بارزا اليوم في ساحة الوثبة تحديدا وسط بغداد. كيف تفسرون استمرار القمع بحق المتظاهرين بهذه الطريقة، علما بأن عادل عبد المهدي تكلم بشكل واضح أنهم يتعاملون مع هذه المظاهرات والثورة بشكل أبوي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تصاعد حالة القمع خصوصا في هذا اليوم يعني بشكل استثنائي، وأنا أعتقد أنه هذه الحالة ستستمر في وتيرة متصاعدة إلى أن يسقط النظام كاملا، تدل على حالة اليأس التي وصلت إليها الأحزاب. أصبحت بالعلن بالحقيقة، وأصبح بشكل مفضوح عملية التعاون والتواطؤ فيما بين القوات الحكومية والميليشيات القذرة التي تمثل الأحزاب الفاسدة. هذا التخادم والتعاون أصبح مفضوحا، خصوصا في حادثة إحراق الخيم في مدينة في الناصرية في ساحة الحبوبي. هذه العملية إن دلت على شيء كما ذكرنا تدل على إفلاس الأحزاب وإفلاس القوات الحكومية، وهم يعرفون أنفسهم بأنهم يدورون في حلقة مفرغة الآن ونهايتهم قريبة. لذلك كل من، وهذه ما اشبه ما يطلق عليه صحوه الموت، هذا العنف المفرط الذي يمارس على المتظاهرين. نعم. استاذ لبيد، يرجى ان تبقى معنا. ساذهب الى الاستاذ امير. استاذ امير، اليوم المتظاهرون في بغداد والناصريه يعني طالبوا بتدخل اممي صريح وواضح، وذلك من أجل حمايتهم من القمع الحكومي المستمر ضد المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر ولغاية هذا اليوم. برأيكم هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ هل تعتقد بأن التدخل الأممي أصبح ضرورة ولا بد من تحركهم تجاه المتظاهرين السلميين؟ بلا شك أن تدخل المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة هو شيء يعني مهم بالنسبة لمستقبل العراق السياسي والاجتماعي، لأن ما يحدث في العراق هي جريمة ضد الإنسانية يقوم بها نظام وسلطة يعني تحكم الشعب بالطائفية وبالقتل وبالخطف. إذا من واجب الأمم المتحدة أن تتدخل في العراق، لأن هذا هو واجب الأمم المتحدة، لأن العراق هو بلد يعني ضمن يعني نطاق القانون الدولي. ولكن هناك شيء يجب أن نقوله بصراحة، على العراقيين يجب أن يثبتوا للعالم بأنهم شعب واحد لا فرق بين شيعي وسني، في سبيل أن تثبت الأمم المتحدة بأن العراقيين أجمعين هم يطالبون بالتدخل، ولكن ليس بتدخل فئة واحدة ضمن نطاق طائفي قد لا يستفاد من العراق في المستقبل. لأن العراق وكما تعلمون سيدي الفاضل هناك خطة لتقسيم المنطقة، وإنما يحدث مثلا في العراق فيما يحدث في الإقليم السني الآن هو إشارة واضحة على أن
الأمم المتحدة يجب أن تتدخل لوحدة العراق، وهذا بالفعل قد جاء على يعني تصريح مسؤول الأمم المتحدة قبل حوالي يوم بأن وحدة العراق هي من أهم الأشياء التي يجب أن يعني يطاع في العراق عيون. إذن تتدخل الأمم المتحدة لضمان وحدة العراق ضد يعني التطلعات الانفصالية والطائفية الإيرانية اللي جاءت العراق. على المجتمع الدولي أن يساهم في إعادة اللحمة العراقية التي يعني خربتها الطائفية وخربتها الميليشيات الإيرانية. من هذا المنطق يعني على المجتمع الدولي أن يضمن وحدة العراقيين شيعة وسنة في وطن واحد كنا نعرفه ونحبه جميعا ألا وهو العراق. نعم، أرجو أن تبقى معنا. ننتقل مرة أخرى إلى السيد لبيد. نشطاء التظاهرات اليوم أكدوا في المليونية الجمعة اليوم أنها خلت من أنصار أي تيار. هل كسبوا الرهان، كسب المتظاهرون الرهان بزخم أكبر رغم عدم مشاركة أي تيار سياسي موجود في العراق؟ بالتأكيد 100%، هذا الذي حصل. المنعطف الرائع الذي حصل منذ انسحاب التيار الصدري من المظاهرات، لا سيما مظاهرات أحد التحرير، هذا الخط البياني المتصاعد جدا هو بالحقيقة هو هذا المكتب العظيم، هو ناتج عن نظافة المظاهرات من هذه التيارات جميعا. خرج التيار الصدري وخرجت منه تيارات أيضا ذيلية متذيلة للأحزاب ومتذيلة لإيران نفسها، وبذلك اكتسبت ساحة التحرير وساحات الانتفاضة اكتسبت مصداقية أكبر من ما سبق. كان وجود أتباع مقتدى الصدر في ساحة التحرير، كان عندهم حوالي 17-18 خيمة كما نعلم، كانت هذه بالحقيقة تشكل طعنة أو مثلبا في المظاهرات، لأنه كيف يمكن أن نرى تيارا يحتل أكبر عدد من المقاعد البرلمان وهو داخل في العملية السياسية منذ أول تأسيسها، ويشارك في نفس الوقت مظاهرات تستهدف العملية السياسية وتريد إسقاطها بكل أحسابها بما فيها التيار الصدري. نظافة ساحة التيار الصدري وغيره من التيارات الداخلة في العملية السياسية بالحقيقة هو الذي أعطاها الزخم المتصاعد. وكما نعلم أن هذا التيار اشترك يوم الجمعة، اشترك وتآمر على المتظاهرين عندما هاجموا ساحة الوتبة وساحة التحرير وارتكبوا كثيرا من المجازر بمجرد سحب قيمهم من المظاهرة. طيب أستاذ بيد، يعني يرجى أن تبقى معنا. سأذهب إلى الأستاذ أمير. أستاذ أمير، حتى لا أغادر نقطة الموقف المجتمع الدولي، يعني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت يعني زار ساحة التحرير في أكتوبر الماضي بعد أيام من قيام ثورة تشرين، لكن حتى هذه اللحظة ربما المتظاهرون في الساحة لم يلمسوا أي تحرك فعال حقيقي يصب بصالح المتظاهرين. وأيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة كان موقفها صامتا عندما تم احتلال العراق، ولكن هنا في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق، هل يمكن أن نعول على المجتمع الدولي بكل هذا الثقل أستاذ أمير؟ أنا يعني جدا أشاركك هذا الرأي، لأن هناك بعض يعني الأشياء التي لا نفهمها من قبل المجتمع الدولي، أو بالأحرى نستطيع أن نفهمها من يعني من ما بين السطور. لأن ما يحدث في العراق منذ 2003 كان يعني بمثابة جريمة يعني عملت على دولة وعلى شعب واحد. الآن ما يحدث في العراق ونلاحظ هناك يعني عدة مؤامرات على المنطقة في الوقت الحاضر، هناك يعني وحسب ما أنا استنتجته في مكاني هنا في الخارج، بأن هناك نوع من الإرادة الغربية لتقسيم المنطقة والعودة إلى اتفاقية سايكوس بيكو، ولكن بشيء جديد وبصورة جديدة. إذن هناك تماطل من قبل بعض الدول العظمى في العالم، وخصوصا الدول العظمى التي شاركت في تقسيم المنطقة في معاهدة سايكوس بيكو، تريد أن تأخذ حصتها، وهي يعني تعاود على الانقسام الطائفي الذي حدث في العراق. ما يحدث في العراق هو يعني إشارة ببدء يعني نوع من التفكير بتقسيم العراق، ولكن على الشعب العراقي
أن لا يعتمد 100% على ما ستقوم به الأمم المتحدة، ولكن سيطالب بحقه من الأمم المتحدة، لأن هناك أجندات، ومن خلال معرفتي ومعرفتكم هناك أجندات لتقسيم المنطقة، والعراق وسوريا أصبحوا جاهزين على ما يبدو بعد جاءت الحروب الطائفية والحروب يعني بين أبناء الوطن في تقسيم هذه المناطق. يجب أن نكون حذرين من ما تريده الأمم المتحدة، ولكن نطالب بأن يكون العراق هو بلد العراقيين، لا فرق بين شيعي وسني، ولكن عودة العراق للعراقيين وليس لتقديمه وكما يحدث الآن بين إيران وبين الإقليم السني. نعم. والكردي. نعم. أستاذ لبيد، من ناحية أخرى سياسيا، التحشيد الشعبي المليوني اليوم الجمعة جاء قبل يوم واحد من موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس برهم صالح للكتل السياسية من أجل تسمية مرشحها للحكومة. كيف تتوقع أن يؤثر ذلك في المشهد السياسي العراقي؟ نعم، هذا الضغط الجماهيري الذي حدث اليوم والذي سيستمر له علاقة بالحراكات التي تدور في منطقة الخضراء بلا شك. المتظاهرون يقرؤون ما بين السطور ويقرؤون بالحقيقة كيف تسير الأمور في داخل أروقة المنطقة الخضراء، و عملية التدوير أو عملية الدوران في الحلقة المفرغة الجارية حاليا في المنطقة الخضراء بالحقيقة لا يزيد المتظاهرين والمنتفضين يزيدهم عزما، ولأنهم يرون بأن انتفاضتهم الفرض يعود إلى انتفاضتهم، هو الذي وضع الأحزاب السياسية المهترئة الفاسدة المتسلطة على العراق منذ حوالي 16 سنة. هم هؤلاء أصبحوا بفضل الانتفاضة أصبحوا في حالة يرثى لها، وأصبحوا في حالة تسويف ولا يستطيعون اختيار أي شخصية حاليا. لم يتفقوا، طرحت عشرات الشخصيات كمرشحين لرئاسة الوزراء، وحقيقة خلافات وتناقضات من الناتجة عن الضغط الجماهيري هي التي أفشلت ترشيح أي مرشح أو الاتفاق على أي مرشح لرئاسة الحكومة. هذه عملية التسويف وعملية الدوران المفرغ ستستمر وإلى يوم غد، ويوم غد هي يوم انتهاء وعد بها برهم صالح، وبعد ذلك من المتوقع أن يطرح برهم صالح مرشحه لرئاسة الوزراء، ونتوقع أن يكون هناك تصادم جديد بين الأحزاب الفاسدة وبين برهم صالح، وسيفتح ذلك الأبواب صراع جديدة، صراعات تتوالى داخل المنطقة الخضراء، وكل صراع يؤدي إلى إضعاف المتصارعين، وهذا يمنح المتظاهرين قوة ودفعا معنويا من أجل التصعيد. لذلك فالجماهير العراق شعب العراق حاليا متفائل أن النجاحات تحقق، أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق قفزات نوعية ومن عطفات نوعية في مسيرة الثورة التي لن تنتهي إلا باقتلاع كل أحزاب وكل العملية السياسية والنظام الحاكم المتحكم والمتسلط على مقدرات الشعب العراقي، وأن هذا العام هو عام النصر، عام تحرير العراق بإذن الله تعالى. أستاذ أمير، سأبدأ سؤالي بتسلسل تاريخي، نبدأ من ربما قبل أيام. قادة أحد الميليشيات هدد برهم صالح في أنه في حال التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس، في هذا الإطار هل برأيك برهم صالح لديه القدرة، لديه الجرأة، لديه القوة، سميها ما شئت، يستطيع اختيار مرشح لرئاسة الوزراء دون العودة إلى الأحزاب في هذا الإطار تحديدا؟ بالطبع المشكلة العراقية هي يعني هي تبدأ من هنا، يعني المجتمع الدولي يعني وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تتكلم مع العراقيين يجب أن تتكلم مع المرجعية الوطنية وليس المرجعية الدينية التي يمثلها السيستاني. كل ما نلاحظه عندما تكون هناك توصيات يعني بالعمل على إيجاد رئيس وزراء جديد نذهب إلى المرجعية وما تقوله المرجعية الدينية التي هي لا تمثل العراقيين بأكملهم، هي مرجعية دينية نكمل لها الاحترام ولكن ليس لها أي صلة بالمرجعية الوطنية التي هي صاحبة الحق
في تقرير مصير العملية السياسية، ولكن ما يحدث الآن وما يحدث من قبل المجتمع الدولي من الاعتماد على المرجعية الطائفية الشيعية في يعني تمثيل العراق، هو هذا الذي يجعل من العملية السياسية يعني في وضع لا تستطيع أن تكون في موضع ثقة مع العراقيين. إذن ما يريدها السيد رئيس الجمهورية برهم صالح من اختيار رئيس وزراء قد لا يعني تستطيع قبوله من قبل الأحزاب الطائفية، هو أيضا يرجع إلى هذا العامل الطائفي الذي تمثله المرجعية والذي تمثله أيضا يعني هذه الصفة الطائفية التي يراد منها تكوين العراق الجديد، وهذا في نظري هي نقطة يعني نهاية المشكلة، بداية المشكلة في العراق، لأن العراق إذا اعتمد على هذه المرجعية الطائفية سوف لا نخرج من النفق، وسوف نظل بين حرب أحزاب ميليشياوية وأحزاب تريد أو جهات تريد تكوين إعادة العملية السياسية، هذه هي المشكلة. نعم. أنتقل بهذه المشكلة للسيد لبيد، هل تتوقع أن تفهم المرجعية وتفهم الحكومة والميليشيات الموجودة أن الشارع العراقي والشعب العراقي مصر على تغيير هذه المعادلة السياسية في العراق، وأنه خرج للشوارع والساحات كي يغير كل ذلك، وهل ستنجح الجماهير في هذا؟ نعم، أتمنى أن تنجح الجماهير. نجحت بالحقيقة إلى إيصال صوتها إلى كل المرجعيات الوطنية، إلى القوى السياسية الوطنية، إلى الوطنيين، إلى الشعب العراقي كله. الشعب العراقي فهم ما يريده المتظاهرون. المتظاهرون يريدون كما قالوا في أول يوم في 21 في 11 قالوا 60 الأول، قالوا الشعب يريد اسقاط النظام، والنظام يعني العمليه السياسيه كامله، الحكومه والبرلمان بكامله يجب ان يسقط. هذه العمليه التي اسست على المحاصصه الطائفيه التي ساهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي، هذه هي المستهدفه، مو رئيس الوزراء. المرجعيه للاسف مع كل احترام لها ولمنزلتها تطالب باختيار رئيس وزراء، تطالب باجراء انتخابات. طيب لو جابوا رئيس وزراء فليكن اعدل رئيس وزراء بالعالم، لو جو حطوا رئيس وزراء في اي يصبح في جزيره تحاط ببحار ومحيطات من الفساد والفاسدين والميليشيات والاحزاب المدججه بالسلاح، كيف يستطيع رئيس وزراء في ظل هكذا وضع ان يحدث تغييرا ايجابيا في العراق؟ لا يمكن، كائن من يكون لو جاء نبي في هذه الظروف ما يستطيع ان يغير هذا التغيير. طيب انت تريد تسوي قانون انتخابات، طيب لو جبت قانون انتخابات صايغه خلينا نقول حمورابي او افلاطون او كل قانون الاساتذه القانون الدولي جاءوا صاغوا انتخابات، طيب كيف يمكن ان نضمن انتخابات فيها تحكم الميليشيات؟ هناك أسئلة كثيرة برسم الإجابة. أستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض من مالمو، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للسياسي العراقي من باريس السيد أمير المفرجي، شكرا لكما.